اسمي شهاب الدين، انا دنتال فوتوغرافي انسبكتور وطبيب اسنان. النهارده كان الفوتوغرافي ديول في اي اتش دي في بروجرام الاطار. النهارده اليوم كان جميل جدا وظريف، والاورجنايزيشن كان محترم جدا، واليوم كان طويل بس كان جميل جدا ومحسنات جدا. شرحنا للناس نظري وعملي، شرحنا ازاي تظبط الكاميرا، ازاي تظبط السيتنج بتاعت الكاميرا عشان تصور صوره حلوه قوي، وازاي تظبط اللايت عشان تصور صوره كويسه وارتفاع. والناس طبقت الكلام ده في الورك شوب، سكرين فلاش وسكرين فلاش وسوفت لايت. التنظيم كان جميل، المكان كان كويس، الايكويبمنت كانت كويسه جدا، وان شاء الله اتمنى اشوفكم في اتش دي مره ثانيه. السلام عليكم ورحمه الله. كورس دنتال فوتوغرافي بصراحه النهارده كان حلو جدا جدا. دكتور كيراتي كان شرح في الديتيل، والجزء التكنيكال الدكتور كان معانا ستيب باي ستيب لحد ما الصور بتاعتنا اتحسنت كواليتي من الاول للاخر. الكورس كله بصراحه انا فعلا مستفيده فيه جدا، حتى ان انا اتطورت جدا. جزء الكلينيكال اتحسن بالنسبه لي قوي قوي في كل الحاجات الكلينيكال اللي احنا اشتغلنا فيها لحد دلوقتي. الكورس كان حلو قوي، والانفورميشن كانت حلوه جدا، والدكتور كان فني، والبراكتيكال بارت كان اخذنا وقتنا فيه، والدكتور كان ساعدنا وصورنا كل حاجه وعرفنا كل حاجه فاستفدنا.